السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور مش دول. شباب هنلعب مع بعض لعبة الرسم في بيكسل، وان شاء الله النهارده يا جماعة هدي شوية رسومات للأجانب على الطلبة يفهموا حاجة، نشوف هيعملوا ايه بقى ونشوف الإبداعات بتاعتهم والإبداعات بتاعتي طبعا. يعني أنا عارف إن أنت أكيد داخل الفيديو علشان تتفرج على الإبداعات بتاعتي في الرسم علشان تتعلم منها، ما تقلقش يا باشا، هديك شوية دروس في الرسم النهارده إن شاء الله، أول ما تاخدها هتبقى رسام قد الدنيا. يا جماعة ناس كتير بتسألني أنت اتعلمت الرسم فين أو الخبرات دي كلها يعني اتعلمتها إزاي؟ بصراحة يا جماعة اللي علمني مش فان كوخ ولا ليوناردو دافنشي ولا الناس اللي أنتوا توقعتوها دي، لا 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 يا جماعة، أنا اللي علمني دماغي دي المظاهر. مش محتاج مدرس سنه في الرسم، انا اصلا اتولدت رسام كده عباره عن ريشه بترسم يعني. المهم ان في حاجه غريبه حصلت في السيرفر، يعني الكوماند اللي كنت بستخدمه علشان اقدر اخليهم يرسموا حاجه معينه للاسف يا جماعه ما بقاش موجود، يعني اتوقع ان هاي بيكسل حذفته او يمكن ما بقاش شغال خالص، بس انا بحاول اتواصل مع هاي بيكسل بقى واديهم على دماغهم علشان يظبطوا الموضوع ده. بس دلوقتي بقى هلعب على حسب اللي اللعبه تختاره، اللي هي تختاره ارسمه وما عنديش مشكله. وبعدين مين القمر بقى اللي عماله تمشي معايا دي؟ يا مزمزيل ازيك ازاي العيال؟ لا مفيش حاجة، لا لا بنتعرف بس. بصي 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 ركزي معايا، خلص الفيديو خلص الفيديو، بصي لا انا بصي انا بكلمك، اخلص الفيديو وبعد كده نتقابل بقى في اللوب نتكلم. ماشي سلام عليكم. اوكي خلينا نشوف هيجي لنا ايه دلوقتي. كب كيك ايزي ايزي ايزي. شوف يا جماعه هم عايزين كب كيك بس، لكن انا لازم احط اللمسه بتاعتي لمسه الفنان يعني، فاتوقع كده ان انا هرسم لهم بنت بتاكل الكب كيك كالعاده يعني، كده انفذها حلو. فخلينا نبتدي براس البنت. خلصت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده المزمزيل القمر دي، وهي قاعده بتبص للكب كيك بتتغزل فيها، وطبعا يعني هنا زي ما انتم شايفين كده حاطه الميك اب الفضائي اللي البنات بتحطه. لا مؤاخذه يا جماعه معلش لازم نقول الصراحه، طبعا حاطه الميك اب الفضائي وفي نفس الوقت برضو الهواء بيطير شعرها. يا سلام على الواقعيه والابداع، والله يا جماعه خلاص اتوقع دي خدت المركز الاول يعني. يلا بقى نشوف دلوقتي حاجات الناس عملتها. لا يا جماعه والله عملوا حاجات جامده، بس خلي بالك انا عامل اضافات من عندي يعني، انا ابدعت شويه، انا حطيت المزمزيل وهي بتاكل، لكن ده حط لك الاكل بس. لا يا باشا لازم المزمزيل تاكل. وهنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده واحد عامل لك كب كيك شكلها يقرف، والله شكلها ايه القرف اللي انت عامله ده، وده مش عارف عامل ايه، وده عامل لك بيت. فين الكب كيك يا باشا؟ انا مش هتكلم بس يا جماعه خلينا ساكتين. طيب هنا زي ما انتم شايفين اللي تحت دي حلوه، مع ان شكلها يقرف شويه مش هقول ليه، بس اتوقع انتوا عارفين شكلها يقرف ليه، بس دي يعني فيها مجهود شويه. طيب يلا نشوف اللي بعده. واحد جات له نفس الفكره بتاعتي عمل بنت برضه، والله يا جماعه ايه ده تخاطر ارواح ده ولا ايه؟ بس اتوقع كده ان انا البنت بتاعتي احلى. يا ترى مين اللي هيفوز؟ هل هينصفوا الاسطوره ولا هيطلعوا غدارين كالعاده؟ ايه ده ايه ده يا عم، ايه اللي انتوا فوزتوه ده؟ ايه اللي انت حاطه ده؟ حاطط لي هنا براغيث يا جماعه كالعاده ظلميني، انا مش عارف اعمل لهم ايه بصراحه. هاي بيكسل شيلوا رتبه اليوتيوب دي مني، ما تقرفوناش بقى بيستقصدوني. لا هاي بيكسل بهزر بهزر، ما تشيلوهاش، لو شلتوها اديكوا على دماغكم، بس بقول لكم يعني اقول كل الفضايح بقى وكل الاسرار، مش عايز اتكلم، لو شلتوها اقول كل فضايحكم، خليه ساكت. طيب دلوقتي داخلين على رسمه جديده ساموراي، دخلنا على الياباني، وانا في الياباني ما عنديش يامر حمين يا جماعه، انتوا عارفين انا كنت ياباني زمان بس مش عايز اتكلم، فاتوقع كده هديهم واحد ساموراي جاي من الفراعنه. يلا يا باشا نبدا بالساموراي. ونقدر نقول مبروك علينا الساموراي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ساموراي لازم يبقى عنيف شويه كده، فتحس في وشه فيه عنف، وفي نفس الوقت ماسك سيفين مش سيف واحد، يعني الناس كلها هترسم ساموراي بسيف واحد، انا اديتهم اتنين يا باشا. هي طبعا السيوف تحسها جايه من صندوق زباله شويه، لكن لا يا جماعه هي سيوف جامده، بس ممكن تقول مثلا هو استخدمها كتير. جات لي فكره، بما ان هو استخدم السيوف هينزل منها دم، لان هو قتل ناس كتير. يا اخي انا مبدع اوفر يا جماعه، نزل بس شويه دم كده عشان يديك احساس ان هو ساموراي عنيف. هنا الناحيه الثانيه برضو، والله يا جماعه يعني انا مش هتكلم، بس شوفوا انتوا دلوقتي السيف اللي هو ماسكه بقى نازل منه دم، معناها ايه؟ معناها ان هو ساموراي جامد. حط له كمان هنا كده شويه حواجب، ايوه حلو. خلينا نشوف بقى الابداعات اللي الناس عملوها. يا ساتر ايه القرف اللي الناس ايه الست دي؟ ده ساموراي ولا ست من سوق الجمعه ده ولا وايه ده؟ ايه ده عامل دبانه هنا؟ واحد عامل امون جاس، ايه علاقه امون جاس بساموراي؟ يا جماعه انا شايف ان انا احسن واحد فيهم. نشوف الناس اللي بعد كده عاملين ايه؟ ايه الجمدان ده؟ لحظه يا جماعه لحظه، قبل ما تقولوا جمدان وتختاروه استنوا، شوف الناس بتصوت له، ده نينجا مش ساموراي، والله في فرق بينهم، يعني ده عمل نينجا اصلا، وايه الراجل الصعيدي اللي هنا ده؟ مش عارف يا عم ده عمل عقرب ولا ضفدعه دي مش عارف، وفي كائن غريب تحت، بس ده ممكن يمشي ساموراي اوكي، بس ده نينجا الاسود ده نينجا اهو، ده نينجا لو فوزوه هيجي لي جلطه يا جماعه، انا غباء مش عايز،
فوز الساموراي بتاعي، لكن النينجا ده لا. يا قلبي هيجيلي جلطه دلوقتي يا جماعه، جلطه رسمي. يعني ازاي تفوزه الحاج ده؟ رسمته حلوه، اوكي رسمته حلوه، بس مش ده المطلوب، ده نينجا. احنا كنا عايزين ساموراي. طيب اكسل ركزوا معايا، ما تبقوش اغبياء، شيلوا مني الرتبه عشان هتشل. لا لو شلتوها هفضحكم، بس انا كلامي واضح، اللي هيسمع الكلام وهيشيل الرتبه هيتفضح، وهقلع هايبكسل بلبوس كده واقول كل الفضائح والمشاكل. طب خلينا نشوف دلوقتي هنرسم ايه. هابي، او ماي جاد، والله يا جماعه يعني اختياراتهم زي وشهم، ايه القرف ده؟ يعني ايه هابي؟ هابي ده احساس، احساس انا كفنان اعرف اعبر عن الاحساس، ما عنديش مشكله، بس استحملوا بقى التعبير بتاعي ماشي، استحملوا. انا اوريكم هايبكسل ان انتوا قرفتونا، استحملوا بقى. الله الله على الجمال، يعني اللوحه تديك كده احساس بالسعاده. بس شوف يا جماعه، الابتسامه مش هي بس رمز السعاده، في حاجه كمان هي رمز السعاده، يعني لما بتشوفها تبقى هابي، فهرسمها لكم دلوقتي. وكده تبقى لوحه السعاده اكتملت، اول ما تشوفها كده تحس بالسعاده، تفهم على طول ان معناها هابي، فمفروض ان هم يفوزوني يعني المفروض. انا حاسس بس ان انا كان المفروض اغير الخلفيه السوداء، يعني بيقول لك هابي يا عم، جايب لهم اكتئاب وخلفيه سوداء بتهزر، بس مش مشكله عادي يا جماعه، السعاده في وسط الاكتئاب. شوف بقى الناس عامله ايه، شوف العك الابدي، ايه ده؟ ده هابي؟ ده عبط، ده كريزي كده، ما قالكش كريز، ده عبيط يا عم اللي انت رسمته ده. وشوفوا ده كمان، ده واحد عايز يدخل الحمام، عايز يدخل الحمام ده ولا ايه؟ والله مش هتكلم يا جماعه، شوفوا بس ايه ده؟ مين حاجة دي؟ مين ده؟ مين الحاج ده؟ مش عارف. شوف هنا واحد عامل لك ده بيعيط، يعني ده بيعيط يا باشا، وهنا في ناس مشخبطه، وواحد جايب لك واحد عبيط كده بيضحك، ما مش هتكلم يا جماعه، بس واضح يعني ان انا بتاعتي احلى. هو بتاعتي وصلت النهائي، اختارونا انا يا رجاله، يا رجاله سيبكم الفرخه العبيطه دي، انا اهو الاسطوره اهو. لا فوزوا الحاجه دي يا جماعه، انا هتشل، فوزتوها ليه؟ ما كانت لوحه السعاده جنبكم. للاسف يا جماعه خدت المركز الثاني، مع ان انا كنت استحق المركز الاول، بس طبعا انت شفت عملوا ايه في الجيم في الاخر كده، قال لك لا يا باشا نختار الست العجوزه العبيطه دي ونسيب الاسطوره. هاي باكسل خلاص مفيش نقاش، شيلوا الرتبه يعني شيلوها. طب عليا طلال، لو شلتوها لا هتتفضحوا فضيحه، انتوا عارفين الاسرار كلها عندي. اقول خليني ساكت. طب خلينا نشوف بقى اخر رسم السيرفر هيجيبها لي. اوه هنرسم قارب. لا اتوقع يا جماعه بجد الفن هيطلع المره دي، المره دي بجد الفن هيطلع، لان في موضوع القوارب ده انا كنت صياد زمان، فعارف موضوع القارب بقى والتفاصيل والحاجات الديتيلز دي تهمني قوي. نبدا اول حاجه طبعا بالبحر، يعني لانه مفيش بحر يبقى مفيش قارب، مش عايزين عبط. وكده نقدر نقول ان اللوحه بقت جاهزه ولوحه القارب يا جماعه، بس طبعا انتوا عارفين انا بحب التفاصيل الكتير، فعشان كده ما بحطش القارب لوحده، حاطين هنا جنبه السمكه هتعوم، لان طبعا بحر لازم يبقى فيه سمك. في نفس الوقت هنا الشمس بس متعصبه شويه، انتوا عارفين الشمس اصلا قرفانه من البشر ومش طايقاهم، بس اهم حاجه القارب شكله جامد، وكمان المجاديف بقى بتاعته، يعني كنت عايز ارسم بني ادم راكب عليه، بس قلت لا كده يا جماعه اوفر، لازم اسيب برضو العيال تنافس معايا، مش معقول افوز بكل حاجه لوحدي يعني واعمل حاجه جامده اوفر، بس اهم حاجه قيموا لي الرسمه دي وقولوا لي تاخد كام من 10. طب نشوف بقى الناس عملت ايه. وبعدين عامل لك سفينه قرصنه حبيبي، ليه الشر يعني؟ ما تعمل سفينه عاديه اهو، ماشي ده كويس، بس بتاعتي احلى ما اختلفناش، بس لكن القرصنه ليه القرف ده؟ طب يلا نشوف اللي بعده. ايه القرف اللي انا شايفه ده؟ مين ده؟ يا عم انت مش عارفين ترسموا ما تعرفوناش، ما تلعبوش لعبه ما بتفهموهاش. وايه ده بقى ان شاء الله؟ شوف ده بقى عمل لك قارب بيغرق، يا عيني ده ادوله بس دقيقتين، لا دقيقتين ايه؟ ثانيتين بس هتلاقوه خرق، يعني مش عارف ايه الشر ده يا جماعه. ده طبعا جاب شمس زيي برضه بيقلدني، بس مش مشكله، لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا فوزوا مين في الاخر يا جماعه، فوزوا ده، يعني انا بتاعتي احلى. ايه اللي انت عامله ده؟ ده احسن موزه، سموزه معفنه شويه يعني، تقريبا اتثبت كتير فعفنت. المهم يا شباب كده حلقه النهارده، رب الحلقه تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها، ما تنسوش تحطوا لايك، مش تشتركوا لو ما كنتوش مشتركين. قولوا لي ايه اكتر رسم النهارده عجبتكم وكنت شايفين انها تستحق الفوز. انا بالنسبه لي كله يا جماعه، كله، مش عايز اكون ظالم يعني بصراحه، كلهم كانوا جامدين. المهم ما تنسوش اللايك، واشوفك الحلقه الجايه يا حبيبي، ومع السلامه.